الوليدات كي دايرين؟ بخير عليكم، كلشي بخير. اليوم جديد وحلقه جديده، اي حلقه اليوم، وهي عن الاهتمام بالجسم. كيقول المثل العقل شنو السليم في الجسم سليم، لكن كيفاش نحافظوا على الجسم ديالنا باش يكون سليم؟ واقيلا خاصنا ناخذوا قسطنا الراحه ونعسوا. لا 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 لا، ممكن نكونوا كسلانين. وقيلا خاصنا نلبسو حوايج تكون غاليه. لا 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 لا، هذه مبالغه، ماشي من الحوايج. اكيد كاينه امور زوينه بزاف اليوم غادي نتعلموها على الجسم ديالنا وكيفاش نهتموا به. ايه، تابعوا معنا حلقه اليوم باش نتعلموا اشياء ممكن تكون جديده او ممكن نكونوا تعلمناها من قبل لكن نسيناها. نخليكم اليوم مع حلقة جديدة من حلقات أنا وبنتي. أهلا الوليدات، بخير عليكم، كل شيء بخير عليكم. في الموضوع اللي غادي نتكلم عليه اليوم هو على الرياضة. كيفاش ممكن تكون رياضي بحالي أنا؟ شوف، رياضي، أي الرياضة مهمة بزاف. عنوان كيف ما قلت لكم ديما، العنوان ديال البرنامج هو انا وبنتي، بقاو عاقلين عليه مزيان، انا وبنتي. عندكم تسمعني معكم بنتي ديما ديما ديما. انا رياضية كثير، وبابا شوفوا ما كاين والو، عندك ايش ما كاين والو؟ كاين والو؟ شوف كاين حتى شي حاجه؟ انا ما في شيء. المهم الموضوع ديال اليوم وكيف ما قلت لكم عن الرياضه، وهذا البروغرام اسمه الدور ديالي. انا وبابا كنتكلم لكم على الدرجه، انتما كتفهموا شنو معنى الرياضه. انا عندي فكره، اوكي بدك تسمعني. شنو هو هذا الفكره؟ خليني نقدم انا الموضوع. بسمع، اوكي اسمع. شنو؟ انا عندي فكره، اوكي يا فكري. انا ما كتفهموش، انا كتفهموني. انا بقول بالعربي اللبناني، وبعدين انت بتفسر بالمغربي. ايه اوكي، فاذا نفسر بالمغربي. فاذا اليوم رح نحكي عن الرياضه. الرياضه مهمه بزاف. انا على قبل داك الشيء كثير منيحه بالرياضه، وبابا مش منيح ولا شوي. فاذا هلا انتوا عم تحضروا الموضوع تبع انا وبابا، وهلا لا 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 انا وبنتي كل شيء بالمغربي. لا 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 لا، انا وبنتي، خلينا انا وبابا. شو بيك بابا؟ كل مره احنا بنسوي لازم انا وبابا، انا وبنتي، انا وبابا اسمه. هما غادي يقولوا لنا دابا شنو بغيتوا برنامج يكون سميتو؟ انا وبنتي اسهل، انا وبابا. المهم نديروا اتفاق. اول حاجه انت تقدمي شي حاجه للرياضه ومن بعد نتكلم انا، داكور؟ المهم يلا سيري وجدي حالك، مشطي شعرك، بدلي حوايج ديالك. ماكي توجدي حالك وبدلي حوايجك ومن بعد تقدمي. شعري مش منيح. اوكي بابا، بابا انت استفدتي من الموضوع ديال اليوم على النظافه ديال ديك المره. بابا شنو؟ بابا شوف شو بدي هيك تعمل، بدي هيك تروح بعد، خليني انا احكي. فاذا اليوم رح نحكي عن الرياضه، وهلا البروجرام اسمه انا وشو وبابا، وكمان هلا رح نفرجيكم اشياء عن الرياضه. مهم. يلا كل مره انتو لازم تعملوا رياضه. انا وبنتي باي بابا، خلاص باي. انا وبابا باي. باي انا وبابا، انا وبنتي، انا وبابا. الرياضة نافعة بعض الشيء، أما عبادة الله فنافعة لكل شيء. الرياضة نافعة بعض الشيء، أما عبادة الله فنافعة لكل شيء.
نهتم بجسمنا كثير مهمة صحتنا. وشو يعني لما أنا أقول نهتم بجسمنا؟ يعني نعمل أقل شيء 3 ساعات من الرياضة بالأسبوع. وأي رياضة أنا عم بحكي عنه، يعني فينا نعمل جيمناستيكس مع أصحابنا أو لحالنا بالبيت، فينا نعمل باسكتبول، فوتبول، تنس مع أصحابنا برا، وفينا فينا نمشي أو نركض مع أصحابنا لحالنا أو مع عائلتنا. أنا مرة أنا وبابا مشينا 3 ساعات بس أخذنا استراحة لأنه كان كتير بتعب. لما رجعت على البيت كنت كتير مبسوطة لأنه أنا مشيت منيح. وكمان نام منيح كتير مهم لصحتنا، ما لازم ننام كتير وما لازم ننام شوي. الأطفال أقل شي فيهم يناموا 9 ساعات من النوم كل يوم. خلينا نعمل سكتشول، إذا في مدرسة باليوم اللي جاية لازم نفوت على التخت وننام من 8 لـ9، ونقوم من التخت من 6:30 لـ7. أنا مرة بقيت أنا نمت من 10 أو 11 واليوم اللي جاية كان في مدرسة. لما وعيت ورحت على المدرسة كنت كتير تعبانة، ما كنت قادرة أعمل شيء. وكمان ما تقعدوا كتير وقت قدام التلفزيون، كمبيوتر وأشياء تانية الإلكترونية. ساعدوا ماما وبابا، اهتموا بحيوانات، اهتموا بالبيئة، عملوا كتير أشياء. فيكن تشوفوا أصحابكم، فيكن تعملوا رياضة. فإذا ناموا منيح، عملوا رياضة، وصحتكم هتكون منيحة. التحدي لليوم هو إنه نعمل 3 ساعات من الرياضة هيدا الأسبوع. L'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. L'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. يا ببغاء قل لي مالك، كان شوفك ديما عيان، واش هكذا ديما حالك؟ موضع تاني بالبدن، موضع تاني بالبدن. ما عرفت مالي هذا حالي، وراس عليا كيسقال، ما عرفت كل يوم اش جرالي. اكلي يا هاد السؤال، اكلي يا هاد السؤال، اكلي يا هاد السؤال. يا ببغاء هكذا ديما حالك، موضع تاني بالبدن، موضع تاني بالبدن. ما عرفت مالي هذا حالي، وراس عليا تيتقال، ما عرفت كل يوم اش جرالي. فكلي يا هذا السؤال، فكلي يا هذا السؤال، فكلي يا هذا السؤال. حالك راه ما عاجبنيش، جسمك نقص وعناية، شفتيك ولا هاد الريش؟ فالنظافة وقاية، فالنظافة وقاية. دابا غنمشي نغسل ونبدل هاد الحالة، مابقيت هكدا غنتعل، عليك غنولي على، وعليك غنولي على. حالك راه ما عاجبنيش، جسمك نقص وعناية، شفتيك ولا هاد الريش؟ فالنظافة وقاية، النظافة وقاية. دابا غنمشي نغسل ونبدل هاد الحالة، مابقيت هكذا غنتعل، عليك غنولي على، وعليك غنولي على. النظافة والرياضة،
معلومة قوة الجسد ديرها في حياتك عادة ولقنها للولد ولقنها للولد ولقنها للولد ولقنها للولد ولقنها للولد. Training your body helps you in some ways, but devotion to God helps you in every way. Training your body helps you in some ways, but devotion to God helps you in every way. سالت الحلقة وبدا وقت الجد والعمل، ما تبقاوش فقط كتفرجوا في التلفازة وتقضيوا فيها وقت طويل، ممكن تختاروا أنواع البرامج المفيدة. وليداتي خاصكم تقوموا بالرياضة، وكيف سمعتوا التحدي ديال هذا الأسبوع هو أننا خاصنا نعملوا 3 ساعات ديال الرياضة لهذا الأسبوع، ممكن تمشاو أو تجريو. وتذكروا كذلك أن الرياضة هي نافعة لنا، لكن علاقتنا وعبادتنا لله هي أهم. نشوفكم في حلقة جديدة وموضوع جديد، وما تنسوش تكتبوا لنا على هذا العنوان. قولوا لي واش عارفين شكون هو المخرج وشنو هو الدور ديالو؟ المخرج هو اللي كيعطي الصوره الكامله والاخيره لكل برنامج او فيلم. كونوا متميزين فيما هو خير وابرياء من كل ما هو شر. لازم نحنا نساعد بعضنا، مثلا اذا حدا خايف انه ما يعمل منيح بالامتحان تبعه روحوا ساعدون ساعدون يعملوا منيح. تعاون ولا بد اليوم عليا وغدا عليك، واضرب لحساب الغدا ما تعرف اش ياتيك. ما عندي علاش نتعاون هكدا عايش من سنين، واخا تشوفني نتهاون صحتي ما خصني العوين. ما عندي علاش نتعاون هكدا عايش من سنين، واخا تشوفني نتهاون صحتي ما خصني العوين. يا بابا غاب قل لي مالك، كنشوفك ديما عيان واش هكذا ديما حالك. نوضع تاني بالبدن نوضع تاني بالبدن، ما عرفت مالي هذا حالي وراس عليا كيتقال. ما عرفت كل يوم اش جرالي، اكلي يا هذا السؤال اكلي يا هذا السؤال اكلي يا هذا السؤال. يا بابا غاب هكذا ديما حالك، نوضع تاني بالبدن نوضع تاني بالبدن. ما عرفت مالي هذا حالي وراس عليا تيتقال. ما عرفت كل يوم اش جرالي، فكلي يا هذا السؤال فكلي يا هذا السؤال فكلي يا هذا السؤال. حالك راه ما عاجبنيش، جسمك نقص وعناية، شوف كيف ولا هاد الريش، فالنظافة وقاية فالنظافة وقاية. دابا غنمشي نغسل ونبدل هاد الحالة، لبقيت هكدا غنتعل عليك غنولي على وعليك غنولي على. حالك راه ما عاجبنيش، جسمك نقص وعناية، شوف كيف ولا هاد الريش، فالنظافة وقاية فالنظافة وقاية. دابا غنمشي نغسل ونبدل هاد الحالة، لبقيت هكدا غنتعل عليك غنولي على وعليك غنولي على. النظافة والرياضة النظافة
هما قوة الجسد، ديرها في حياتك عادة ولقنها للولد.